مرحبا أصدقائي متابعين قناة مستر كريبتو. عملة تيرا لونا كلاسيك حاليا عم تستعد لانفجار ساري كبير جدا. شو سبب الانفجار راح اتكلم عليه بهذا الفيديو. قبل ما نبلش فيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك وتسب القناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات المشفرة. ولا ننسى انضم لقناتنا على تليجرام، الرابط موجود أسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناة. أولا أصدقائي، بعد انخفاض البيتكوين لمناطق 40300 او 40500 بيرجع البيتكوين مره ثانيه بيرتفع لمناطق 43500 بعد اعاده اختبار لدعم صعود جديد لبيتكوين. طيب شو سبب الصعود؟ لازم نعرف انه شركه بلاك روك قدمت التعديل الثالث المطلوب من هيئه الاوراق الماليه والبورصات، اللي فرضت هيئه الاوراق الماليه والبورصات تعديلات على صناديق الاي تي اف سبوت الخاص بالبيتكوين من شركه بلاك روك. شركة بلاك روك فعلا قدمت هذا التعديل وعملت التعديل الثالث لصناديق الاي تي اف سبوت الخاص بالبيتكوين، يعني لا محال قبول صناديق الاي تي اف سبوت الخاص بشركة بلاك روك، يعني بيحتاج ايام فقط وشبه تم الموافقة عليه. هاي النقطة الاولى المهمة اللي لازم نعرفها. النقطة الثانية لازم نعرفها انه قبول صناديق الاي تي اف سبوت الخاص بشركة بلاك روك ما بيعني انفجار سعر البيتكوين، ممكن يصير تلاعب بالسوق وانخفاض لسعر البيتكوين في لحظة قبول صناديق الـ ATF سبوت. طيب النقطة الثانية لازم نعرف انه شركة بلاك روك ما لها شركة غبية، ممكن تكون شركة مشتركة او اشترت بيتكوين من ايام وصول بيتكوين لمناطق 15,000 دولار وخزنت من هذيك الاوقات حتى تضمن ارتفاع وارباح كبيرة من لحظة وصول بيتكوين لمناطق 45,000 او 44,000 دولار. حاليا شو بالنسبة لعملة التيرا لونا كلاسيك؟ بعد الانفجار الكبير صار بعملة تيرا لونا كلاسيك صار عندي انخفاض ومشينا داخل ترند هابط مهم جدا. خلينا نقول انه مو ترند هابط، هو عبارة عن كاريدور هبوطي كبير للعملة. طيب حاليا شو صار؟ خلال 24 ساعة الماضية تم كسر الترند الهابط اللي كان عم نفشل بكسره من مناطق تقريبا 5 ديسمبر، تقريبا عم نفشل بكسر هذا الترند، وكل مرة عم نعمل محاولة باللمس عم نرجع ننزل مرة تانية. لكن بعد وصولنا لمناطق الموفينج افريج 200 وهو الدعم الأهم على عملة تيرا لونا كلاسيك، ولأي عملة لازم تفعل الموفينج افريج 200 لتعرف مناطق الارتداد للعملة. بعد ارتداد واضح من الموفينج افريج 200 وعكس اتجاه، نجحنا بإقفال شمعة 4 ساعات على الترند الهابط، وهذا الشيء مميز بعملة تيرا لونا كلاسيك واللي بيدفعنا لارتفاع كبير. العملة عملت ارتفاع بعد الكسر تقريبا 15%، ولحد الآن أنا بتوقع ارتفاع كبير أقل حد نلمس مقاومة 0.3022 وتوجه لمناطق بارتفاع بيوصل قدره إلى 43% حسب رأيي الشخصي. العملة حاليا عم تستعد لانفجار، لكن بشرط أنه ما يكون هذا كسر وهمي ونرجع نتداول أسفل هذا الترند الهابط ونرجع نقفل شمعة 4 ساعات أسفل هذا الترند الهابط، مع أنه من المتوقع وليس المستحيل انخفاضنا مرة تانية لعملة تيرا لونا كلاسيك في حال بيتكوين عمل انخفاض كبير على فريم الأربع ساعات. لهيك عم بتوقع انفجار سعري كبير لعملة التيرا لونا كلاسيك، خاصة بعد كسر ترند هابط مهم جدا لعملة تيرا لونا كلاسيك. طيب حاليا البيتكوين بمناطق عنيدة جدا، ومن الصعب اي شخص يتوقع شو هي اتجاه البيتكوين، لكن الاخبار اللي طلعت بتساعد بشكل كبير برفع سعر البيتكوين. انا بتوقع تلاعبات تصير خلال نهاية عام 2023، باقي أيام قليلة على نهاية عام 2023، وهاي الأوقات هي الأوقات صعبة جدا للمتداولين. من الممكن تصير تلاعبات وتصير انخفاض مرة تانية لعملة تيرا لونا كلاسيك وللبيتكوين. هاي الفيديو أصدقائي، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك. مع السلامة، دمتم بخير.